ملتقى وطني حول الحماية القانونية للمعوقين بوهران، ومواطنو بلدية مقرى بالمسيلة يتنفسون سعداء بعد افتتاح مصلحة تصفية دم. عادة جني الزيتون تقليد قبائلي متوارث بتيزي وزو، وانطلاق مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط بعنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناتكم نوميديا تيفي. نظم مخبر شؤون القانون الاجتماعي ملتقى وطني تحت إشراف كلية الحقوق والعلوم السياسية بعنوان الحماية القانونية للمعوق عائق للإدماج المهني بقاعة المحاضرات بمقر كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 أحمد بن محمد، وذلك بمشاركة نخبة من المثقفين والعارفين بشؤون القانون الخاص بالمعاق الذي نص على ضرورة إدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة شأنه شأن العامل السوي. هذا المخبر بمناسبة وبمساهمة الكلية نظم هذا اليومين دراسيين أو الملتقى الوطني حول الحماية القانونية للمعوقين. احنا طرحنا السؤال، هل هذه الحماية القانونية ما هي إلى إعاق للإدماج الفعلي للمعوق؟ لماذا؟ لأن الجانب القانوني لهذه الحماية القانونية لهذا الإدماج تاع المعوقين راهي حماية نوعا ما موجودة ولكن ناقصة. واستقبلت مصلحة تصفية الدم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمقرى بولاية المسيلة أولى مرضى القصور الكلوي، أين خضع لعملية تصفية الكلى تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي شاب تلقى تكوينا في التخصص بعد افتتاح المصلحة. افتتاح المصلحة خلف ارتياحا لدى المرضى الذين كابدوا المعاناة طيلة السنوات الماضية في التنقل إلى عاصمة الولاية وولايات مجاورة أخرى. عبد الحميد بلال. مكسب هام لفائدة المرضى تتعزز به المؤسسة العمومية الاستشفائية بمقر، إنها مصلحة تصفية الدم التي استقبلت أول مرضى قصور الكلوي بعد افتتاحها منذ أسابيع. في الأخير الحمد لله نجريو أول حصة لتصفية الدم في المؤسسة العمومية الاستشفائية مقرى، وهذا بفضل المجهودات المبذولة. إن شاء الله تكون خطوة للأمام باش نلحقوا الافتتاح الكلي تاع المؤسسة. إن شاء الله خطوة بخطوة إن شاء الله نلحقوا. افتتاح مصلحة تصفية الدم خلف ارتياحا كبيرا لدى المرضى والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في إدارة المستشفى. اليوم راني درت أول حصة تاع دياليز، وعلى كل حال الحمد لله سما رانا قصنا شوية في التنقلات. ونشكر على الإخوة القائمين هنا اللي راهم قائمين بالمجهودات الجبارة هذه، ونشكر الدولة ثانية اللي سهلت لنا الأمور. بالنسبة لسكان دائرة مقرى نعتبر أن هذا أولا هذا المستشفى هو مكسب للمنطقة ومكسب كذلك لما حول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك فالناس اللي كانت تتنقل مثلا للجهات أخرى، أول حاجة اللي لاحظتها أنه الجماعة اللي هنا موجودين قائمين من السيد مدير المؤسسة، تمنى مصالح أخرى تبدأ. مؤسسة عمومية استشفائية افتتحت منذ أشهر قليلة بإمكانيات بسيطة استطاع من خلالها العاملون رفع التحدي على أمل افتتاح مصالح أخرى ينتظرها المرضى بشغف كبير. نبقى في المجال الصحي، ولكن هذه المرة من بيتنا حيث يقبل الكثير من المرضى على عيادات العلاج بلسع النحل بباتنا، وذلك عن طريق وخز الجلد. وخز الجلد أقول بلسعات النحل الحي والخضوع إلى عدة حصص علاجية رغم تحذير بعض الأطباء من مضاعفات هذا العلاج. وهذا التقرير. اللسع بالنحل الحي طريقة علاجية تلقى إقبالا كبيرا من طرف المرضى،
بولاية باتنا كحال هذه السيدة المصابة بمرض التصلب اللويحي التي مثلت للشفاء بعد أن خضعت لحصص وخز الجلد بلسعة النحل. كنت قاعدة اسمها ما نقدرش نهض، ومام لبيت نهض لازم يجيب نوضن، مام درت ربع جلسات الحمد لله مع طريق تاع النحل لبيت نهض وطور بالمعودة، صح الحمد لله طريق النحل لقيت فيها فايدة كبيرة. مريض مرض التصلب السفيعي، وعندي أخت نفس المرض، نعالجوا عندنا مدة تقريبا ربع سنوات إلى خمس سنوات من نعالجوا المرض هذا. بالنسبة أننا اكتشفنا أن الحكيم عقيني حسن أنه يعالج بلسع النحل ومنتجاته، يعني جينا أننا جربنا لقينا أنه لسعات النحل ومنتجات النحل أنها ساعدتنا بزاف. هذا إلى جانب استعمال هذه الطريقة في معالجة عدة أمراض مستعصية. احنا عالجنا كثير من في المركز تاعنا، عالجنا كثير من الحالات، وخاصة حالات الانزلاق الغضروفي أرنيديسكا، حتى الأمراض المستعصية مثلا سرطان الكبد، الفيروس الكبدي ليباتيت سي، عالجنا حالات الشقيقة. في حين هناك من الأطباء من يحذر من مضاعفات اللسع بالنحل الحي. وإلى موضوع آخر، ومن تيبازا هذه المرة، حيث تمت المصادقة على الميزانية الأولى لسنة 2016 بالمجلس الشعبي الولائي بهذه الولاية بارتفاع نسبي مقارنة بالسنة الماضية، حيث فاقت 111 مليار سنتيم ستوجه إلى مختلف القطاعات خاصة قطاع الشغل الذي أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام والذي يمس مباشرة باقتصاد الجزائر. تقرير إيمان خراز. عرفت الميزانية الأولى التي تم المصادقة عليها خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بالمجلس الشعبي الولائي بتيبازا والمقدرة بأزيد من 111 مليار سنتيم ارتفاعا في الرسمي على النشاط المهني مقارنة بالسنة الماضية 2015. درنا اليوم دورة استثنائية 2015 لدراسة الميزانية، يعني ما عندناش احنا البيجي تاعنا تاع 2016 هذايا ما عندوش ديفيرونس كبيرة بين هالعام، ميم كاين نيجير اوغمونتاسيون بارابور العام اللي فات. وفي إطار مناقشة الميزانية الأولية للولاية تم رصد مبالغ مالية معتبرة لبعض القطاعات، كما خصص مبلغ يفوق 69 مليار سنتيم لقسم التسيير وما يعادل 42 مليار سنتيم لقسم التجهيز والاستثمار. البيجي تاع الولاية إلى 111 مليار سنتيم، خصصنا منها 69 مليار للتسيير و 41 مليار جبرونس 41 مليار اون ايكيبمون. كما تطرق المجلس الشعبي الولائي الى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، واستعرضوا بالارقام واقع هذا المجال الحساس وسوق الشغل من خلال النشاطات المحليه. اليوم كما لاحظتم اننا قدمنا ملف التشغيل في ولايه تيبازا، وين اكدنا على ضروره اللجوء الى الاقتصاد الى القطاع الاقتصادي لاستحداث مناصب الشغل. وخرج المختصون في ختام الدورة بتوصيات تتعلق بضرورة تشجيع الفئة الشبانية لتأسيس مؤسسات مصغرة والتركيز على المشاريع الاستثمارية. وإلى موضوع إنساني تضامني، حيث تناشد عائلة عمروش الساكنة بقرية تهنية بلدية ذراع الميزان ولاية تيزي وزو المحسنين وذوي القلوب الرحيمة لمساعدتهم في علاج ابنتهم سلمى البالغة من العمر 17 سنة والتي تعاني من مرض الأسكوليوز أو اعوجاج العمود الفقري، وهذا لجمع مبلغ يقدر بمليارين وخمسمائة مليون سنتيم، والذي يعتبر بالخيالي بالنسبة للدخل الضعيف لهذه العائلة. عمر حمامي والتفاصيل.
تعاني الشابة سلمى معروش البالغة من العمر 17 سنة من مرض اعوجاج العمود الفقري لأكثر من 70%، مما يسبب لها ضيق في التنفس وصعوبة السير، حيث نشدت عائلتها المحسنين وذوي القلوب الرحيمة مساعدة ابنتهم التي تستلزم عملية جراحية في الخارج بمبلغ خيالي يفوق 2.5 مليار لهذه العائلة التي تعتمد على أجرة أبيها المعلم. سكوليوز مرض اعوجاج العمود الفقري، عايشه الالم ما راهيش واقفه كما البنات، وعندها الان اعراض اخرى، ممكن الاضلاع تاعها يضيقها على الرئه وما تقدرش تتنفس. شفت كاع المستشفيات في الجزائر ما كاش اللي يديروا العمليه هذه العمليه. واتصل كان وليدي راه يقرا في باريس، درنا رونديفو موعد مع الطبيب تاع الاعظم ديناه وعطانا هذا الديفي. المبلغ مبلغ كبير جدا، ما قدرش 2 ملايير وما فوق، ما قدرش رب العائله باش يوفروا. نهار زادت بالاخر بالكتير، قالوا لي طالها الراس، ومن بعد جاء اي ام سي هذاك، ما دوك راني نعاني على لاسكوليوز اللي قلقت لي. لاسكوليوز هذه عندها لي بروبليم تاعني في المشيه، كي تاكل ما تاكلش وحدها، كلش انا ندير لها كلش. يعاونوني في بنتي ان شاء الله، راني نتمنى قدها توقف كيما البنات. انا حبيتها تقرا، حبيتها كلش، بصح ما كان والو. بعد الفحوصات التي قامت بها سلمى في أحد المستشفيات الفرنسية وإعطائها أمل في الشفاء، إلا أن هذا المبلغ الخيالي الذي يفوق 2.5 مليار أضحى دون ذلك، مما دفع العائلة لمناشدة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة لمساعدتهم لإرجاع الأمل إليها، والله لا يضيع أجر المحسنين. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لا نغادر تز وز، حيث ما تزال العائلات في مختلف مناطق القبائل تسعى جاهدة إلى الحفاظ على العادات والتقاليد التي توارثتها عن أجدادها خلال موسم جني الزيتون وعصره مع مطلع كل شهر ديسمبر، حيث تعد مناسبة نادرة للسكان لتجديد التمسك و التقاليد المتوارثة وتوثيق روابط الأخوة والعائلات والأسرة بين أفراد العائلة والجيران وحتى الأقارب، أين تتوقف جميع الأعمال الأخرى نظرا لأهمية هذا المحصول في حياتهم اليومية. عمر حمامي ثانية. تشرع العديد من العائلات في منطقة القبائل في عملية جني الزيتون وجمعه نظرا لأهمية المحصول، حيث تعتبر شجرة الزيتون المباركة كنزا لا يستغنى عنه. هذا ويشارك في عملية جني الزيتون جميع أفراد الأسرة صغيرا وكبيرا، حيث يتوجهون إلى حقولهم ومزارعهم بكل فرح وسرور. كل ما ديرته وقف زمورة كنخدم، مي نكر الصباح نفطر، نسب الفطور، نضوم الماد، نفك العشي الماد، نجمع نهوم، نروح وزمورك نرفقا الكل، نقنت مغارين، نقنت مشطوحين، نقض يرقاز، نقضون، نسوي فارور لنا، نسوي سغيول، ولا نقون ساقاق، ولا يشرب الشيطة قبل يقون القاعة، نسو نيلو غمواكي، نجمع يسعى لنا. أسوالي مدى أزمور نساقا العوم، مرا تكاسي على نزال نسفراسيث الى قاتي لي فرس مايلو وماذا الدواس مايلو وسنان مايلو الحشيش باش انا فهم كاثن القوض القابري انت باش نشرو دا الباش ني باش يتعاون انا القوض ها نقل سوال ذي غزر انا عندي لا الكل نقل في ثويا فنا نعم انا فدا بعضا كيف كان الزايله سوا فوق انا وني سعانا الزايله تظلت الزايله هكاكيا ذاك كان قارن ذاك الروج ونس نسعير ونس عار الزيت فاسهم كل رجل ونس عار الزيت خمس عيار. نظرا لصعوبة المسالك والتقلبات الجوية، يقوم سكان هذه المنطقة بالتويزة
أين تتضمن العائلات في جمع محاصيلها واحدا تلو الآخر بهدف الإسراع في جمع المحصول وتعزيز روح المحبة والأخوة فيما بينهم. يضرب الشعراء موعدا لمحبيهم عشية كل ثلاثاء بالنادي الثقافي للمكتبة الرئيسية لولاية شلف، حيث يتنوع اللقاء بتنوع ألوان الشعر، ويجد في ذلك عشاق الشعر أريحيتهم في الاستمتاع. الدعوة مفتوحة للجميع، وحق المناقشة والتدخل مكفول كذلك. ميكروفون أحمد الوحشي. وهذه ثاني مبادرة نقوم بها، كانت أول مبادرة في لقاء الشعراء، حيث احتضنه السيد مدير المكتبة يعني احتضان شامل من كل النواحي، وقام بتكريمات لكل أعضاء المشاركين الشعراء، وكان تكريم خاص لأحسن شاعر وأحسن شاعرة، وكان الشرف لي اللي تحصلت على أحسن شاعرة، وهذا الشيء دعمني باش نزيد نكتب أكثر ونواصل. ونبقى في المجال الثقافي، حيث يعطي اليوم وزير الثقافة عز الدين مهوبي بعد قليل بمسرح عنابة الجهوي إشارة انطلاق الطبعة الجديدة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي يعود بعد طول غياب، وذلك بمشاركة كوكبة من النجوم والمخرجين يمثلون 18 دولة متوسطية. محافظ المهرجان سعيد ولد خليفة يكشف في هذا التصريح الحصري لقناة نوميديا ملخصا عن فقرات هذه التظاهرة السينمائية التي تعود إلى عاصمة بونا بعد طول غياب. هذا أول مهرجان يعتبر بعد 30 سنة، بعد محاولة 97 سنة، ولكن كمهرجان هذا أول مهرجان. ورغم هذا كل الدعوة، كل اللي دعيناهم لبوا دعوة متاعنا واستجابوا، يعني حتى الأصدقاء المصريين اللي عندهم التزامات أخرى يجيوا على نهارين، ولكن قالوا لازم نحضروا لعودة المهرجان عنابة. فتو عناية مشاهدين الأفاضل أن فرقة مكتب نوميديا بعنابة ستوافينا بمزيد من التفاصيل يوميا حول هذه التظاهرة الكبرى، مع ميكروفون سماح قد أدرى إن شاء الله. بهذا نصل إلى ختام النشرة المحلية، إليكم أبرز العناوين. ملتقى وطني حول الحماية القانونية للمعاق بوهران. مواطنو بلدية مقرى بالمسيلة يتنفسون سعداء بعد افتتاح مصلحة تصفية الدم. وبتزي وزو عادة جني الزيتون تقليد قبائلي متوارث. وانطلاق مهرجان سينما المتوسط بعنابة. بهذا نصل إلى ختام النشرة المحلية، قدمناها لكم من قناتكم نوميديا. نشكركم على كرم الإصغاء وحسن المتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.